في اي مستشفى في اراوند 8 or 9 departments at least. Okay, one of these departments is the medical department, or في حالتنا هنا psychiatry or mental health service department. Okay, other departments زي قسم الصيدلية, قسم المختبر, أقسام بالمستشفى. اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي القسم المنتال هيلث سيرفيس, ده يشمل السايكايتري ديبارتمنت, يشمل السايكولوجي ديبارتمنت, يشمل السوشيال وركر ديبارتمنت, ويشمل النيرسينج ديبارتمنت. اوكي, ويجوز ان هو يضم اي تخصصات تانية اذا طرا له. تمام, فده فيما يتعلق بالجوده. التقسيمه الاداريه قد تكون مختلفه, لكن فيما يتعلق بالكواليتي مانجمنت زي ما احنا عارفين كل شغلنا كله مالتي ديسيبلينري, وبالتالي ضم كل دول على بعض بحيث ان هي هوليستيك بلان. طيب منتال هيلث سيرفيس ديبارتمنت عشان يحصل على سكور في الجوده كان لازم ان احنا نريفيو 7 كرايتيريا تو بي فولفيلد. اوكي, احنا الحمد لله حصلنا على سكور, وهدفنا ان الموضوع ان احنا نحسن هذا السكور في الجوده. كل شيء ماشي بالارقام, يعني انا ممكن ان انا اقعد اقول ان احنا هنا احسن دكاتره في الدنيا, وممكن اقول ان احنا احسن ناس كواليفايد في الدنيا, وممكن اقول ان احنا غيرنا وعملنا تغيير كبير. اوكي, لكن without indicators of performance, without رقم قبل ورقم تحسن بعد, يبقى في الواقع احنا ما عملناش حاجه خالص, كله كلام يعني. اوكي, طيب ال7 كرايتيريا اللي في المينتال هيلث سيرفيس الحمد لله انا مش هتكلم عليهم النهارده. الادمشن, عمليه الادمشن نفسها فيها بعض الكرايتيريا. اوكي, و دي نمره واحد. نمره اثنين, اسسمنت اند مانجنج كرييتنج ا مانجمنت بلان فور ذا بيشنت. نمره ثلاثه, هاو دو وي ديليفر ذس مانجمنت بلان. نمره اربعه, الفيزيكال فاسيليتي اوف ذا هوسبيتال قد ايه هي بتميت البيشنت كير نيدز. نمره خمسه, هل المانجمنت بلان دي اتكتبت وخلص الموضوع ولا اتكتبت اند اتس ريجولرلي ريفيود. نمره 6, بريبيرنج فور ديسشارج اوف ذا بيشنت. نمره 7, هل القسم الطبي او القسم المينتال هيلث سيرفيس از مونيتورينج هيز اون بيرفورمانس, از بيرفورمينج ا كواليتي اند سيفتي مونيتورينج بروسيس ولا لا. طيب انا مش عايز الناس تتخض, انا النهارده هتكلم على أربعة من السبعة كرايتيريا, بس أنا لما جيت قريتهم في الواقع ما فهمتش أي حاجة, ولقيت فيهم كلام كتير قوي, و I'm not interested in hospital administration أو عملية إدارة المستشفيات, مش ما فهمش فيها, فلقيت فيها كلام كتير قوي, وعشان أنا ما فهمتهاش فأنا حسيت إنه ممكن كمان الزملاء كمان يلاقوا إن الموضوع ده فيه redundancy كتير, في كلام دش كتير, مفهوش كلام ميديكال, مفهوش كلام سايكايتري كتير. فعشان كده احنا في فريق الجوده حاولنا نلاقي حل ابسط شويه للموضوع ده, وهو ده اللي انا هتكلم فيه النهارده. والحمد لله ان الحل اللي احنا عملناه كان احد الاسباب ان احنا نجحنا. طيب الكرايتيريا نمبر 1 احنا خلاص اتكلمنا عنها, دي ادمشن مش هنتكلم فيها النهارده. كرايتيريا نمبر 2 المانجمنت بلان. كريتيريا, كل كريتيريا من دول تحتها ايتمز كتير قوي. طيب فنمره واحد هو نمره اثنين في الكريتيريا بعد الادميشن المانجمنت بلان. نمره واحد فيهم الاسسمنت از دان فور ذا بيشنت اون ان انتجريتد واي, بمعنى ان هو دي الادميشن شيت اللي احنا بنعملها, بنعمل فيها اسسمنت شامل لكل نواحي حياه المريض, وبنهتم فيها بان احنا مش بس نعالج الحاله الحاليه, لا تو بريفنت اند ذن how do we plan to rehabilitate the patient to get discharged. Okay, any item in appropriate diagnostic test, we all do this. This is one of the things that we have discovered. احنا بنعمل كل الحاجات اللي كانت موجوده في criteria of accreditation, ويمكن ده السبب الرئيسي ان احنا نجحنا, ان دي حاجات احنا already بنعملها, بس اللي احنا اكتشفناه انه ما كانش فيه عمليه documentation للي احنا بنعمله, بمعنى مطلوب انه البلان
مطلوب انه الكير اوف اني بيشنت تو بي مالتي ديسيبلينري. اوكي احنا في كل اسبوع اي عيان في المستشفى بيبقى عليه وورد راوند او اثنين. اوكي والورد راوند ده بيكون مالتي ديسيبلينري, بيكون قاعد فيه ريسبونسبل سايكايتريست, وبيكون قاعد فيه تريتنج دكتور, وبيكون قاعد فيه سايكولوجيست, بيكون قاعد فيه سوشيال وركر, بيكون قاعد فيه نيرسينج ستاف. ذس از ا مالتي ديسيبلينري كير. اوكي بس ما كانش فيه عمليه دوكيومنتيشن واضحه اللي كان بيحصل, فكان مطلوب من السيرفير وكذلك مطلوب من اي حد تاني اتنقل له المريض ان هو يتابع الموضوع ده ويقعد يقرا في الملف كله عشان يطلع ايه هي ملامح البلان. اوكي وده احد الاسباب اللي عرفنا ان في مستشفيات تانية كتير ما خدتش سكور خالص في النقطه دي, انه كان مطلوب من السيرفير ومطلوب من اي طبيب جديد يشوف الحاله ان هو يراجع الملف عشان يعرف البلان اللي فاتت, يراجع الملف من اوله لاخره عشان يعرف المريض ده اتعمل له ايه. طيب الكريتيريا اللي بعد كده اللي هي the care plan is developed. احنا المفروض ان احنا نعمل في ايتم خاص كده اسمه the management plan. الايتم ده ما كانش موجود عندنا قبل كده كحاجه في الدوكيومنتيشن. كان اللي بيحصل ان المريض بيجي الورد راوند ويكتب له التريتمنت وكل واحد قاعد في الجروب اللي موجودين يدلي بدله, وبعدين القرار في الاخر بيكون قرار جماعي. اوكي طيب الكير بلان دي لها مواصفات كتير قوي في الكريتيريا اوف اكريتيشن, والسيرفيرز لما بييجوا يمروا على المستشفى يختاروا اي ملف راندوملي, وهو ده اللي حصل. يعني حتى احنا كنا محضرين لهم ملفات متزوقه وكده, فهم رموه على جنب وبصوا على ملفات تانية خالص. احنا محضرين لهم اجنحه متزوقه وعليها رسومات, سابوها خالص ودخلوا اجنحه تانية. فبس الحمد لله هم لقوا اللي هم كانوا عايزينه. هم بيبقى عندهم الكرايتيريا اللي انا بتكلم عليها دي على هيئه تشيك ليست, وعمالين يعملوا تشيك ليست هل الايتم ده موجود ولا لا, الايتم اللي بعده موجود ولا لا, وهكذا. اوكي فبالتالي كان مستحيل ان احنا نقول احنا بنعمل اوريدي كل الكلام ده, اقعد ودور. اوكي ما ينفعش, يعني لو مسك ملف واحد مش هيكمل عليه يوم كامل. مثال على هذه الحاجات المطلوبه ان البيشنت كونديشن تبقى مكتوبه, الايج, البيشنت ميديكال هيستوري, دراج الرجيز, هيستوري اوف دراج انتيك, اند جندر, اسسمنت اوف بوتنشال كومبليكيتنج كونديشنز اللي ممكن تكون موجوده عند هذا المريض, ايه هما الاكسبكتد جولز لهذا المريض, هل احنا ناويين المريض ده ار وي ايمينج فور ا كيور ولا ار وي ايمينج فور ان امبروفمنت اوف هيز سيمبتومز بس, ولا ار وي ايمينج فور كنترول ولا ايه بالظبط. وصف للعلاج نفسه, pain management is a requirement to be stated for any patient, for any patient in any hospital there should be a pain management for this patient. ايه هي المديكيشن بلان, ايه هي النيوتريشنال بلان, is a requirement in any care plan for any patient in any hospital. عملية هل العيان ده عنده object relation بره ولا لا, هل احنا هو عندنا احنا we are giving him whatever we can, طب لما هيخرج عندنا ايه الاخبار. education information promotion, عملية ال education نفسها must be documented. اوكي انا مش عايز ان انا اقول كلام كتير, بس تفاصيل كتيرة قوي مطلوبة انها تكون موجودة في كل ملف لكل مريض. اوكي انا بصراحة لما شفت ان التفاصيل دي مطلوبة لقيت ان هو صعب قوي ان انا اطلب من كل التيم ان هو يسجل كل الحاجات دي. يعني ببساطة انا بطلب من كل التيم ان هو يمسكوا الكتاب الازرق ويحفظوه ويكتبوا اللي موجود فيه لكل مريض, which is practically not doable. تاني ايتم, وده ايتم خاص لوحده, انه الكير بلان is clearly documented in patient's record, انه the care plan is clearly communicated to all the team. بمعنى انه psychologist يكون عارف البلان بتاعت السايكايتريست هتكون عامله ازاي, السايكايتريست اللي في التيم يكون عارف البلان بتاعت السوشيال وركر اللي هو ناوي يعملها هتبقى عامله ازاي, كل اعضاء الفريق يكونوا عارفين ملامح الخطه عامله ازاي, الخطوط العريضه للميديكال للبلان هتبقى عامله ازاي.
okay, one item that is repeatedly requested in many of the domains, you know, the care plan should be discussed with the patient, and the patient himself is a member of the therapeutic team. The patient himself should share in the decision of his own medical plan, of his own medical plan. So the patient should, we should discuss the plan with the patient, or family according to his capacity, and he should participate in the decision. طيب الحاجة اللي بعد كده, delivery of care. Delivery of care ببساطة برضو فيها كلام كتير قوي, بس اللي أنا عايز أقوله كلمتين صغيرين. نمرة واحد, إنه الكير ده في qualified individual is identified as responsible psychiatrist. هذا qualified individual اللي هو بالنسبة لنا احنا هنا اسمه رئيس الوحدة أو من ينوب عنه. أوكي؟ طيب تاني حاجة, إن في another qualified person هو ده اللي هيدليفر الكير نفسه اللي هو ال treating doctor. أوكي؟ And I'm aware إنه اللي أنا بقوله ده مختلف عن اللي احنا سمعناه قبل كده, بس the good news is that we are all qualified to deliver the care for the patient. All of us. طيب, so this is number 3.1 and 3.2. طيب 3.3, ودي حاجة اللي احنا we have been trying to reinforce over the last more than a year, إنه to adopt that the medical department, the psychiatry department, adopt clinical guidelines. Okay, you cannot treat the patient because you think that this drug is good. You cannot treat the patient because you think through your experience or through your expert opinion, you know, that this drug is good. There must be a guideline. الكلام اللي هو اتقال قبل كده واللي احنا قلناه حتى لإدارة الجودة, انه طيب احنا ساعات بنحتاج ان احنا to tailor the plan of care to the patient according to his needs. Sometimes we have to go outside the guidelines. We have all the right to go outside the guidelines, okay? But you have to document why you went out of the guidelines. And الأهم من كده إنه لازم يبقى في guideline, okay? أحد النقط اللي إحنا نقصنا فيها في الأكريتيشن إنه مش في كل جناح في المستشفى في نسخة من clinical guidelines adopted في المستشفى, نسخة مكتوبة. اوكي, حتى على الانترنت لا, نسخه مكتوبه في كل جناح ونسخه مكتوبه في كل كلينيك, تكون مكتوبه على ورق. ومش مطلوب هنا تكون انهي نوع من الجايد لاينز, هل هي كنديان ولا بريتش ولا امريكان, كل ده مش مهم خالص. وممكن نختار مثلا في المود نختار الكنديان, في السكيزوفرينيا نختار البريتش, وات ايفر, مش مهم. بس المهم ان احنا لازم يكون متقال من البدايه لكل اعضاء الفريق ان احنا ماشيين ورا الجايد لاينز الفلانيه. اوكي, this is protective to the team. لما انا يجي لي مريض وكتبت له الدواء الفلاني, I'm protected, whatever happened to the patient I am protected because I'm following the guidelines. طيب الحاجه الانترستنج هنا 3.4, انه the information about the care plan must be delivered to the patient. The patient is fully educated about his treatment, and the senior registrar or a higher ranking physician is responsible for the recording and accuracy of this information. Okay, and the signature of the senior registrar or a higher ranking physician is noted in the record. One of the points that اللي أخذت علينا في الأكريتيشن إنه responsible physician, the psychiatrist اللي هو responsible, رئيس الوحدة, اسمه مكتوب على الملف, but he's never inside. اسمه مكتوب من بره. طيب احنا كده خلصنا criteria 2 and 3, وانا عارف ان الكلام فيهم كتير بس وصعب ان هو يتحقق, بس هنتكلم دلوقتي ازاي قدرنا نحققه فعلا. The care plan is reviewed and modified as required. So كل الايتمز اللي احنا قلناهم في criterion 2 اللي هو فيها the plan is documented, the plan is made known to all the team, communicated to the team, the plan is educated and discussed with the patient. كل دول criterion 5 كله مبني على ان احنا there is a regular reviewing of this plan and redocumented. فهنا talk about redundancy. طيب
كرايتيريان 6 دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لقينا ان احنا اوريدي بنعملها بس مش بنعملها بهذا التفصيل او بهذا الشكل ومش اتس نوت دوكيومنتد بهذا الشكل اللي هي discharging the patient. One of the thing is that we admit the patient to plan for his discharge. So the plan of discharge of the patient should be set from day one. Okay, this is number one. And the plan of discharge of the patient should be including the multidisciplinary team. So we don't give him medication and tell him to come to the next appointment and that's it. Okay, we give him the medication, we give him the psychology type of intervention, the social worker type of intervention اللي هيخرج بيها المريض. طيب لقينا الموضوع ده صعب فعملنا الفورم المانجمنت بلان فورم اللي موجوده بالمستشفى حاليا. الاحصائيات اللي احنا عملناها خلال الثلاث شهور اللي فاتوا لقينا ان هو بعد ما في الفتره بتاعه السيرفي كنا بنروح للدكتور دكتور يقول له بليز املا المانجمنت بلان فورم بليز املا الريكونسيليشن فورم. اوكي وده السبب ان هم لما جم مروا على الاجنحه لقوا هم مليانين فعلا. اوكي عشان ما يبقاش ان احنا بنملى الحاجات وخلاص على كده لا هو ده اللي حصل فعلا انه كنا بنروح فيربالي تو ايتش دكتور. اوكي خلال الثلاث شهور اللي فاتوا من جانوري تو مارش عملنا سيرفي تاني احنا بنسينا لقينا انه اراوند 74% اوف ذا وردز ار نوت فيلينج ذا مانجمنت بلان فورم. This will affect us in the next survey, and this is what we are trying to prevent now. Okay, the next survey will be in 2016, and we are working on it from now. Okay, طيب management plan for إيه اللي حصل فيها A4 sheet. Okay, حاولنا نلم فيها كل الكريتيريا اللي فاتوا في كل الفور كريتيريا الكبار دول كريتيريا 2, 3, 4, 2, 3, 5, and 6. اوكي لميناهم كلهم في ورقه واحده وبحيث انه السايكايترست اللي موجود والتيم اللي موجود مش محتاج ان هو يحفظ حاجه مش محتاج ان هو يريفيو البلو بوك عشان يراجع الاكريتيشن كرايتيريا مش محتاج اي شيء مجرد انه لو التيم ملى الفورمه دي فاحنا مستريحين من على الاقل 4 من 7 كرايتيريا اللي مطلوبين مش متفضل منهم غير الادمشن ودي حليناها بالادمشن شيت. اوكي مش متفضل فيهم غير الفيزيكال فاسيليتي ودي اللي عندنا هو اللي بنقدر عليه زائد الكواليتي وده شغل فريق الكواليتي نفسه. طيب لو بصينا في مثلا عمليه المانجمنت بلان نفسها احنا سجلناها في ورقه خاصه بيها بقى في ورقه اسمها مانجمنت بلان ودي ورقه موجوده في مستشفيات ثانيه وللاسف ما كانتش موجوده عندنا فاحنا بالورقه دي بس كون ان احنا حددنا ورقه للمانجمنت بلان ف احنا كده فالفيلينج كرايتيريا جزء من كرايتيريا ال 2.4 ذا بلان از دوكيومنتد 5.2 اند 5.3 انه ذا بلان از ريفيود ريجولرلي ليه؟ لانه هذه الورقه ديس فورم بنملاها كل ما يحصل تغير في الخطه العلاجيه للمريض فبالتالي احنا عندنا المريض بنشوفه كل مثلا وورد راوند كل اسبوع مره طيب اذا بعد شهر اتفقنا ان احنا الدواء مش الدواء الفلاني مش مستجيب له هننقل الدواء الثاني يبقى نبتدي ننقل في نعمل فورمه جديده. اوكي مش ان انا كل اسبوع لازم املى الفورمه دي لا كل ما يحصل تغير في العلاج بتاع المريض العلاج سواء الدوائي او في اي شكل ثاني. المانجمنت بلان زي ما احنا شايفين هي فيها الدايجنوزس فيها البيرسونال داتا لكن كمان فيها الميديكال هيستوري دراج الرجيز relevant drug history دي الحاجات اللي مطلوبه الكرايتيريا اللي مطلوبه مننا. طيب الانفستيجيشنز السايكومتري الكونسلتيشنز اللي مطلوبه طيب السايكايتريك بلان نفسها الميديكال اللي هي سايكايتريك اند ميديكال بلان نفسها ده الايتم 2.3 اللي هي فيها الايتمز الرئيسيه بتاعت الخطه العلاجيه الطبيه 2.3 3.2 ان في تريتنج physician or treating psychiatrist. Okay. 2.5 انه the plan is communicated to all the team. So everybody of the team, psychiatrist, nutritionist, psychotherapist, social worker, OT, whatever, كل واحد فيهم بيوقع هنا قصاد الجزء الخاص بيه بيوقع بالعلم بمعنى انه
اللي بيحصل اللي المفروض يحصل في اليوتوبيا, انه رئيس الوحده يبقى قاعد في الورد راوند وكل شخص بيحاول يقول ايه هو اقتراحه عشان نفيد المريض وايه الكونتريبيوشن بتاعته في الخطه العلاجيه. اوكي, واذا احنا مش في اليوتوبيا قوي فرئيس الوحده بيقول لفلان التريتنج دكتور ان احنا نديله الدواء الفلاني, والسايكولوجيست ان احنا نديله نوع العلاج الفلاني, والسوشيال وركر ان احنا نديله نوع العلاج الفلاني. اوكي, فالشخص اللي قاعد بيكتب في الورقه بيكتب قصاد كل شخص فيهم ايه هو نوع التريتمنت او ايه نوع الانترفنشن اللي هيعملها اثناء الورد راوند, وفي نفس الوقت كل شخص فيهم هيوقع قصاد الجزء بتاعه توقيع بالعلم ان هو عارف الموضوع ده. اوكي, باي ذا واي الليجال ريسبونسابيلتي على المانجمنت بلان كلها واقع على الريسبونسبل فيزيشن. كلنا كواليفايد. اوكي, طيب نوع ال ال الجزء اوكي, طيب نفس الورقه استخدمناها كمان عشان تو بلان فور ديسشارج. So the discharge plan is written on the same paper and it is still multidisciplinary. Okay? And it's different from discharge summary, since discharge summary is one of the criteria and the discharge plan is another criteria. طيب يجي الجزء المهم اللي احنا جربناه في المنارة على الأقل وكان نفع معنا, انه أقر بموافقتي على الخطة العلاجية بعد أن تم شرحها ومناقشتها معي, واللي بيوقع هنا سواء المريض أو قريب المريض وإيه هي صلة القرابة, واللي بيحدد مين اللي وقع هو التريتنج دكتور حسب رأيه في الكاباسيتي بتاعت المريض ببساطة. أوكي, اللي كان بيحصل إنه أهل الطفل عندنا في المنارة أو أهل المريض اللي إحنا شو اللي حصل في أجنحة قبل الأكريتيشن, كانوا التمريض بيتصلوا بالأهل عشان يحددوا موعد مع الطبيب المعالج عشان الطبيب يشرح لهم الخطة العلاجية وياخد منهم الانبوت بتاعهم. اوكي, ويوقعوا بموافقتهم على هذه الخطه. This is a requirement all over the world. لكن الوزاره حاليا is stressing on this requirement and of course it's very protective to everybody. اوكي, so this item شامل 2.6 اللي هو شرح الخطه للمريض نفسه, 3.4 انه الريسبونسبل سايكايتر او سينيور ريجسترار هيشرف على انه المريض وقع, لانه السينيور ريجسترار او الريسبونسبل سايكايتر هو اللي هيوقع تحت هنا. اوكي, 5.5 انه الموضوع ده ريفيود ريجولرلي مع اي تغير, 6.4 انه 6.5 انه الخطه دي الورقه دي هنستعملها كمان في الديشارج, ان احنا كمان علمنا المريض وي ايديوكيتد ذا بيشنت اباوت هيز ديشارج بلان. اوكي, الهيد نيرس ده جزء من الفريق العلاجي, فبالتالي هو مطلوب منه ان هو يوقع. Any questions؟ يعني هنتكلم كنقد ذاتي او نتكلم بشفافيه عشان احنا الهدف في النهايه ان نحقق الاكريديتيشن, لكن لما تكون ما في قناعات داخليه ما تصل مرحله نبيه ان هذا احنا بنحققه, ضمن الامور الاساسيه اللي هي مش محسومه في المستشفى انها definition of qualified doctor, the one who is responsible for the patient. يعني انت قلت الان all everybody are qualified, لكن في النهايه قلت ان السينيور دكتور هو responsible must sign. احنا دكتور يعني لا must sign two doctors. في احنا عندنا نوع من النظره خلينا نقول الفصاميه او النظره الغير واضحة لمن هو الريسبونسبل ومن هو كواليفايد. في السابق كانت كل الدكاترة بما فيها من الريجسترار وفاء أعلى لا كواليفايد لكن ريسبونسبلتيز معينة, لكن بعدين قبل سنتين ثلاثة لغي هذا تماما, وأتمنى تكون معاي احنا ما نلغي قبل سنتين, لغي هذا تماما وبقي فقط من لديه دكتوراه أورد هو يسمى كواليفايد, أذروايز الكل غير كواليفايد. فاحنا الان هل احنا نمر في حقبه جديده ان الان ريجسترار يعتبر كواليفايد
لان الان اي بيبر ريسبونسبل انا اذا مش كواليفاي او انا مش ريسبونسبل انا مش مستعد اوقع على اي ورقه بكره ناديني قاضي يقول لي انت ليش كتبت الدواء؟ طيب انت ليش ما راجعت الدواء؟ انا اعرف اذا هذه ريسبونسبيلتي لي اسويها، اذا مش ريسبونسبيلتي انا ما ادخل نفسي في مشاكل انا في غنى عنها. مساله طيب انه كواليفايد دكتورز اوكي ذس واز ريزد اول ما الكتاب الازرق جه كتاب الاكريديتيشن اوكي وواي واز ات ريزد Why was it raised? عشان كريتيريون 3.1 و 3.2. You know, في 3.1 اوكي في حد قرا انه لازم يبقى فيه qualified physician هو المسؤول هو responsible to be assigned as the responsible physician او responsible psychiatrist. اوكي this was the criteria 3.1 بس واضح ان هو اللي عمل هذا الاستقراء اوكي قرا 3.1 بس ما كملش الباقي وعلى اساسه قرر انه we're not qualified we only qualified people هم فلان وفلان وفلان بس اوكي وهكذا وده I have nothing to say about this المقصود انه لو بصينا بقى 3.2 انه لازم كمان يبقى في حد تاني اسمه التريتنج فيزيشن او التريتنج سايكاتريست وهذا التريتنج سايكاتريست مطلوب برضه ان هو يوقع لانه مطلوب ان هو لحظه زي ما شفنا في خانه خاصه بالتريتنج سايكاتريست وخانه خاصه بالريسبونسبل سايكاتريست اوكي مش مطلوب من ضمن الكرايتيريا اوف اكريتيشن نحدد صلاحيات ده ايه وده ايه مجرد ان ده يبقى اسمه الريسبونسبل سايكاتريست اوكي مكتوب ان هو يكون مكتوب قصاده كلمه كواليفايد والتريتنج سايكاتريست ومكتوب قصاده ان هو يكون كواليفايد الكواليفيكيشنز دي لما قرينا عنها لما سالنا فيها في وزاره الصحه وفي اداره الجوده اوكي هي الكواليفيكيشن اللي احنا متعينين بيها از هنا في المستشفى اوكي كلنا مش كسينيور ولا ولا كدكتور ولا شيء اوكي مجرد ان احنا وي هاف ا لايسنس تو تريت اوكي ذس ميكس اس كواليفايد المفروض ريجستر كده كواليفايد وي ار اول كواليفايد الموضوع مساله الكواليفيكيشن مش داخله في بس في لازم اي وحده يتحدد فيها شخصين شخص هو ريسبونسبل سايكاتريست وشخص هو التريتنج سايكاتريست